تفتح خديك من رواية روايتي أنت. حينما نظرت أول مرة الوردة تتفتح، انبهرت من كل كياني بتلك الروعة التي أراها. كانت تلك الصورة الطبيعية ارتقاء بمستوى الجمال في حياتي. الأوراق تتحرك بإنسيابية وبطء، تتفتح من تلقاء نفسها والأوراق تتمايل لتنفتح. شعرت أن الانبهار غمر روحي، لا أدرك حجم انبهاري الذي انفجر في أعماقي صارخا في نظرات عيني التي فاضت بكم هائل من مشاعر لم أتحكم في خروجها. إن تلك الصورة والمشاعر لم تكن تجاه وردة، بل كانت في لحظات احمرار خديها خجلا. تسرب اللون الوردي ببطء في خديها من الأسفل إلى أن وصل إلى كل خديها التي أصبحت تشبه ورقة زهرة وردية اللون رائعة. انبهرت كمن يقف أمام حدث عظيم ومهول. نعم، إنه أكثر الأحداث المهولة في حياتي أن أرى خديها يكتسان باللون الوردي. صدمة رائعة أن أتقابل مع الخجل الذي لون نفسي بمتعة جديدة، لا بل وصل إلى لمس روحي من الداخل. حينما تجمع في لحظة واحدة خجل الأنثى في عيناها وتفتح خديها كزهرة ربيعية في تلك اللحظة، وجدت نفسي في محضر عظمة الخالق، محضر كشف أسرار إبداعك يا رب، محضر أقف فيه في قدس أقداس الخلق حيث كشف الحجاب لي عن سحر الأنوثة وروعتها. تلك اللحظة كنت عابد لله وعاشقا للأنثى وشاعرا بعمق إنسانيتي وولادة المشاعر في روحي. إنها لحظة ارتفعت فيها روحي عن صفات وخصائص جسدي، فأنا لا أرى بعين جسدي ولا أشعر بمشاعر الجسد، بل ارتقيت أمام تلك اللحظة إلى مشاعر أعلى مني وأعلى من إدراكي. روحي ارتقت فوق كل ما تعلمت وأتقنت. ارتقيت بين الفروق المعروفة بين الرجل والمرأة، واكتشفت أبعادا أخرى لفن الله سبحانه في إبداع كيان الأنثى. انبهرت وعشقت وأحببت وولدت في داخلي مشاعر الروح، وتذوقت رحيق الأنثى واستطعمت عمل الله في روحي. تلك اللحظة جعلتني أدرك أنني إنسان، ومن حقي أن أسمو لأتأمل عمل الله الخالق المبهر أبو الفنون والمشاعر. فتحت عيناي روحي لأرى جمال الأنثى، فلم أملك أعماقي عن التسبيح للخالق الذي أبدع وصور هذا الجمال. أدعو الله في مسائي ونهاري أن لا أكون مفسدا، أدعو الله أن يرشدني ويعلمني كيف أكون مستحقا أن أستمتع بهذا الإبداع دون أن أشوهه. أدعو الله أن يعلمني أن أكون أمينا في عشقي لهذا الجمال حتى لا أكون مذنبا أمامه. أدعو الله أن يحفظ نفسي من ذنب لا تحتمله أن أفسد ما أبدعه سبحانه. يا رب تقبل دعاء من التجأ إليك طالبا عونك وأنت المعين، طالبا رحماك فأنت الرحيم. ارحم إنسانا جمال خلقتك أثقل على نفسه مسؤولية أن يكون أمينا عليه غير مفسدا فيه ولا مشوها له، فأنا يا إلهي غير محتمل أن أقف أمام وجهك مدانا بإفساد إبداعك في خلقتك. فأنظر إلى جهلي وارحم روحي من عذاب لن تحتمله
إذا صار الجمال تشوها بيدي. اللهم احفظ في روحي حبها. استأمنتك يا خالق الحب أن تحفظه كما ولد وخلق في أعماقي ليوم ألقاك، وأن تساعدني أن أظل إلى الأبد عابد بين يديك، أرى جمال صنعتك وأسبحك في خلقك، وأن أكون أمينا في أن أصلح ذنبي وذنب شعبي في تشويه ما خلقته لأجلنا. سبحانك يا من أبدعت، سبحانك يا من خلقت، سبحانك يا الله.